السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي الكرام، معكم محمود. النهاردة إن شاء الله نتعرف على مجموعة جديدة بعنوان الطريق إلى سوزي، توزيعة أوبن سوزي من التوزيعات الجبارة جدا والقديمة جدا. توزيع لها مكانتها، توزيع عنوانها احترام حرية المستخدم. توزيعة أوبن سوزي له مميزات كثيرة. عندما ندخل على الموقع نجد الموقع مليء بالبرامج ومليء بالتعريف بالتوزيع، ويكي جميل جدا. الموقع يدعم من لغات كثيرة منها اللغة العربية. نبذة مختصرة عن التوزيع. الطريق إلى سوزي. توزيعة أوبن سوزي من التوزيعات السهلة جدا، أو السهلة نسبيا بالنسبة للمستخدم المبتدئ أو المتوسط، ومتينة بها برامج كثيرة. تطويرها يتم من قبل مساهمين مدعوم من قبل نوفل. تعتبر من أشهر توزيعات لينكس عامة وأقدمها في نفس الوقت. أكثر توزيعة تهتم بالتعريفات، يعني شيء غريب جدا في التوزيع، تهتم بجميع قطع التعريفات. وحتى في الحلقات القادمة إن شاء الله سنعرف طرق التعريف وتخصيص التوزيع من ناحية التعريفات أو الاهتمام بالتعريفات. بها برنامج يست، برنامج يتحكم في جميع مكونات النظام والحاسوب. أيضا إدارة الحزم يتم عن طريق برنامج زيبب أو زيبر، وهو يتوفر بواجهة رسومية. أيضا الإصدار الأخير هو ما نحن بصدده، أصبح سريع جدا 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 جدا، لأنه يعتمد على نظام ملفات BTRFS للروت بصفة رسمية و XFS للهوم. فأصبحت التوزيعة سريعة جدا، وهذا ملاحظ بالنسبة للتوزيع. تحميل التوزيع نذهب لموقع التوزيع، نذهب إلى جيت إت. نجد قرص الدي في دي أو ملف الأيزو الدي في دي، يحتوي على جميع واجهات التوزيع كي دي، جنوم، إكس إف سي إي. به كم كبير من البرامج. التحميل أكثر من طريقة. نظام الملفات 64/32، أو اختيار إحدى الواجهات لمن يريد استخدام واجهة بعينها، جنوم، كيدي، ويقوم بتحميلها. هذا ملخص سريع عن التوزيع. سنتطرق أيضا في هذه الحلقة إن شاء الله إلى تثبيت التوزيع. تثبيت التوزيع سهل جدا، ولن يأخذ معنا وقت إن شاء الله. مقدمة التثبيت انستول. لمن يستخدم التوزيع يمكن استخدام ابجريد لتحديث التوزيع بدلا من التثبيت الجديد. سنقوم باستعمال الملف الايزو الدي في دي، هو كبير نسبيا بالنسبة للتحميل، ولكن لتوفير الوقت سنقوم باستخدام سطح مكتب مختلف، جنوم وكيدي. توزيعة تهتم بسطح المكتب ومكونات سطح المكتب. اختيار لغة التوزيع ولغة الكيبورد أيضا. نيكست المتابعة. سنقوم بتخصيص الهارد أو طريقة تقسيم الهارد أو طريقة التثبيت على الهارد. يفضل استخدام كرييت بارتيشن، تثبيت كيري، كاستمايز.
سنقوم بحذف هذه الملفات والتثبيت والتقسيم من جديد، إضافة بارتيشن للروت يكون بالنظام الملفات الجديد. System. نظام الملفات btrfs ملف ال او ملف الهوم الروت. نقوم بإضافة قسم للهوم وليكن نظام الهوم نظام الفايل سيستم اكس اف اس. نقوم ايضا بإضافة قسم السواب هكذا ملف الهوم الروت الهوم السواب اكسبت يس. ستجد ما سيقوم بالتغييرات، ستجد متغير باللون الأحمر سيقوم بحذفه وإضافة تقسيم جديد وإضافة أو عمل فورميت لقرص معين. المكان أو المنطق هنا اختيار واجهة التثبيت لمن يريد استخدام احدى الواجهات جنوم او كيدي او اوزر اكس اف سي اي او الاكس دي اي كما تشاء. سنقوم بالتثبيت اولا باختيار قسم اختيار سطح مكتب كيدي. وننتظر إلى أن يتم الانتهاء من التثبيت. مقدمة الدخول للتوزيع بعد الانتهاء من تثبيتها. الدخول سيكون سريع جدا بالنسبة للجهاز الحقيقي بما أننا نعمل على الجهاز الوهمي. مرحبا بكم في عالم أوبن سوزي أو الحرباء. نظام رائع جدا صراحة. التوزيعة أعجبتني بشدة، رائعة جدا مستقرة. سنتعرف إن شاء الله في الحلقات القادمة عن إضافة التعريفات وتعريب التوزيع لمن يريد استخدام تعريبها وطريقة التثبيت وطرق مختلفة لتثبيت البرامج وحذفها والتعرف على إدارة الملفات أو مدير الملفات يست وزيبر وكل شيء إن شاء الله. وسنقوم بتخصيص واجهة XFC واجهة عفوا واجهة كيدي. أيضا سنقوم بتخصيص واجهة جنوم لتوزيع أوبنسوزي إن شاء الله. نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.